آراء جمهورنا برضو، ولكن على السوشيال ميديا في موضوع حلقتنا النهاردة، واللي كان بيتكلم عن بعض الانتظام والمشاركة مع الفريق في التدريبات. رسالتك للاعبين الجدد بالزمالك استعدادا للفترة المقبلة. خلونا كده نشوف يعني آراء جمهورنا، وبداية من عند خالد أحمد. صباح الخير عليك. رسالتي للاعبين الجدد الزمالك، بقول لهم شدوا حيلكم وابذلوا أقصى مجهود لديكم في التدريبات وفي المباريات لكي تحققوا الفوز بالبطولات لنادي الزمالك، أعظم نادي في الكون، لكي تسعدوا جماهير نادي الزمالك العظيمة والوفية أحسن جمهور في الكون. وتحياتي لحضرتك يا أستاذة نادين والفريق العمل، بشكرك شكرا جزيلا، تحياتنا ليك أكيد. كريم سامي، صباح الخير عليك. بيقول أحب أوجه رسالة للاعبين الجدد، أنتم في نادي كبير وكيان عظيم اسمه كيان نادي الزمالك، العبوا بحماس حتى تتمكنوا من حصد جميع البطولات علشان تفرحوا الجماهير، وأحب أقول لكم أننا وراكم وبندعمكم، فكونوا رجال حتى نستمر في دعمكم من أجل نادينا الحبيب نادي الزمالك. تحياتي لك يا نادين وكل فريق العمل، بشكرك شكرا جزيلا. عبد الله هاني، صباح الخير عليك. بيقول طبعا هقول للاعبتنا الجدد العبوا بجد، لاننا ماتش سوبر مش عايزين نخسره، كل الزملكاويه في ظهركم واحنا هنحبكم جدا والله. اهم حاجه ماتش السوبر الافريقي ان شاء الله هتقدموا حاجه، واحنا واثقين فيكم وفي ظهركم، كل التوفيق للعيبه للعيبه نادي الزمالك، وان شاء الله سوبر يا زمالك، نهاركم ابيض بخطين حمر، يعني نهارك ابيض. وبنشكرك، بنوجه لكم كلكم التحيه، شكرا لكل جمهورنا على السوشيال ميديا على ارائه وعلى تفاعله.